نرحب على التليفون بأحد أعضاء النادي الأهلي المهمين دكتور أحمد أبو النصر اللي تنازل اليوم عن الترشح لمنصب نائب الرئيس. دكتور أحمد مساء الفل، إزاي حضرتك يا فندم؟ الله يحفظك، مساء الخير والهنا. يعني في البداية حضرتك ترشحت على منصب نائب الرئيس وثم تراجعت، الأول لماذا ترشحت؟ في الواقع يا كابتن شوبير أنا قررت الترشح لأنني شعرت أنني أستطيع أن أخدم النادي الأهلي. فأنا أعشق النادي الأهلي الذي تربيت فيه وأحس بريقه بيتي، ومن أجل كل طيب جميل، كل ده كلام جميل، لكنه اليوم حضرتك بتنسحب من الترشح، برضو لماذا قررت الانسحاب؟ قررت الانسحاب لسببين. السبب الأولاني أنني وجدت أن اعتذاري عن الترشح في الانتخابات من الممكن أن يحافظ على الاستقرار داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، جميل، وخصوصا أن احنا عندنا نجاحات والدنيا مش كويس والأمور طيبة. نعم. السبب الثاني أن جاء اعتذاري هذا تقديرا للمرحوم العمري فاروق نائب الرئيس السابق، نعم، والمستشار محمود فهمي القيمة الأهلوية الكبيرة. والله دي حاجة جميلة ومحترمة منك، أفهم من كده أن حضرتك بتعلن مساندتك للمجلس بكل قوة سواء داخل النادي أو من خلال هذه المداخلة؟ نعم. نعم. بدنا بشكرك يا دكتور أحمد، والحقيقة حاجة عظيمة جدا بهذا السلوك المحترم لواحد عضو محترم من أعضاء النادي الأهلي. الدكتور أحمد دكتور كبير ودكتور محترم يعني.